اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سيدتي. اكيد نتابع خلالها الكثير من الفقرات المتنوعه واخر الاخبار المتداوله. مساء الخير غزل وعبير. مساء الخير بنات. اهلا فيكم. طبعا احنا كنا بنشوف انه في الايام الاخيره للاسف في كثير من الفيديوهات بتصير خصوصا على تويتر. بنلاحظ انه تويتر صاير منصه بيورينا اشياء يمكن ما كنا نشوفها قبل كذا. من هذه الأشياء اللي انتشرت مؤخرا كثير من الفيديوهات اللي كانت بتتنشر عن الاعتداء على الأطفال. صحيح تحديدا. صحيح. طبعا هذه للأسف أنه الفيديوهات هذه وصلت للصحف العالمية. يعني جدا مؤسف أنه أكثر من 70 في خلال 70 يوم في عندنا أكثر من 6 حالات اعتداء بتصير. يعني تقريبا كل 10 أيام بيكون في حالة. خلينا نشوف هذا الموضوع ناخده بأبعاد أكثر إنه كيف يعني ممكن نحد عن هذا من موضوع طبعا استغلال الأطفال. استغلال الأطفال بالضبط. والعنف اللي بيتعرضوا له. أرحب معي عبر الهاتف بالمحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي. حياك الله أستاذ عبد الكريم. أهلا بك. يعني من المؤسف أنه نشوف انتشار هذا النوع من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا لما توصل للصحف العالمية للأسف. ما أعرف كيف ممكن قانونيا نحد من هذا الموضوع. الحد القانوني فيه مثل هذه المسائل أو مثل هذا العمل أن الحياة الخصوصية أصبحت منتشرة الآن. صحيح. في خصوصية. نعم. فأصبح الآن أروقة البيوت، أروقة السيارات، الشوارع في المنصات الإعلامية. أكيد. ما حصل من تهاون أو تستر من الأشخاص اللي مثلا اللي شفناه قبل كم يوم. أي. الشخص اللي يعني الطفل يدخن سجاير مثل هذه الأشياء. صحيح. فممكن كثير من الناس ما يصنف إن هذا من العنف ضد الأطفال، هذا جزء من العنف ضد الأطفال. العنف ضد الأطفال يتجزأ إلى عنف جسدي، إلى عنف معنوي، عنف ضد التربية، عنف يعني بشتى أنواع، عنف لفظي. نعم. فهذه أشياء جميعا كلها أنواع من أنواع الاعتداء على الأطفال. نعم. يجب علينا كمؤسسات قانونية أو كمؤسسات حقوقية أو كأروقة النيابة العامة أو الشرط أو المحاكم أن تقوم بدورها في مثل هذه القضايا. نعم. وأن لا يكون في هناك تستر. لا بد أن نسمع في قضايا وأحكام صارمة ضد هذه الأعمال، ضد هذه الممارسات، ضد هذا التشوه في الآداب والأخلاق، العرف اللي إحنا بنعيش فيه أو الآداب الإسلامية أو آدابنا كمجتمع معين. صح. فمثل هذه ضد الأخلاق أو ضد العمل اللي إحنا نربي أبنائنا عليه. نعم بالضبط. فمثل هذه الممارسات لابد أن تجد حد قانوني. غالبا مثل هذه الممارسات تمر بمراحل في القضاء. أي. أولا الشخص المبلغ أو الأجهزة اللي يتبلغ عليها أو الرقم الموحد للتبليغات لابد. نعم. أن يكون فيه إشهار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نعم جاءت هناك رقم للتبليغات على مثل هذه الممارسات ضد الأطفال أو ضد سواء عنف جسدي أو لفظي أيا كان هذا العنف لابد أن أو ضد التربية. أي نعم. فالرقم هذا يبلغ على جهة القضية ثم تأتي دور الشرطة أو الشرط أو مراكز الإمارات تقوم بدورها في مثل هذه القضايا بالحصول أو تحديد هوية الشخص اللي صار من حسابه او من تويتر او من فيسبوك او انستغرام او عبر سناب شات او اي منصه سواء في السوشيال ميديا او الانترنت ايا كان وسيله من هذه الوسائل تتحقق من هويه الشخص. قد يكون بعضها الشخص غير محدد اسمه، قد لا يكون محدد هويته، قد يكون مجهول. حتى لا تكون القضيه ضد مجهول فتقوم الشرطه بالتحقيقات عبر مركز المعلومات الى الوصول الى هذا الشخص المعني. أستاذ عبد الكريم، يعني أفهم من كلامك أنه يفضل تصوير الأطفال في هذه الحالات لإنهاء الاستغلال القائم عليهم، صحيح؟ مثل التصوير لهم إذا حصل أنه صور هذا الشخص أو وثق لا ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما لأنه يوصل في محاسبة. نعم، يوصل إلى الجهات المعنية لمحاسبة الشخص. نعم صحيح. هذا الإجراء القانوني الصحيح، لأن لا يمكن أن تكون القضية قضيتين، قضية تشهير ضد الطفل بالتعنيف. نعم. وما يعود على الشخص الطفل نفسه من آثار فيما لو تقدمت فيه مراحل النمو في عمر بعد 5-6 سنوات يكبر ويرى هذا الفيديو ضده فيكون هذا أيضا معلق عليه في الإنترنت. فهذا خطأ في ناحية الطفل. الخطأ الآخر في ناحية الجاني التشهير به مباشرة، والتشهير نعرف أنه عقوبة قضائية تكون بحكم قضائي لا تكون من قبل الموثق. تمام. فكون الشخص وثق هذه القضية ليس من حقه أن ينشرها.
إنما له أن يحتفظ بهذا الفيديو أو بالصورة أو بالتسجيل ويوصله إلى الجهات الأمنية وهي بدورها تقوم بالعمل. جميل. طب أستاذ عبد الكريم، إحنا كيف نقدر نزيد من الوعي القانوني تجاه الأطفال المستغلين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا بد يكون في تحذير للطفل، تنويه، إرشاد، تحذير، سواء من البيت، من المدرسة، من الأب، من المعلم، من المؤسسة العائلية، من المؤسسة التعليمية. فالطفل غالبا لا يخالط مثل هذه المؤسستين، إما جو العائلة أو جو المدرسة والتعليم. فلا بد أن يكون في تحذير. الشخص اللي ما تعرفه، الشخص اللي ما تباشر معه، ما تثق في أحد إلا أهله. وغالبا لو وجدنا قضايا العنف ضد الأطفال نجد في الناس اللي هو يحتك فيهم، فما نجد أنه غريب عنا الطفل إلا نادرا. صح. ما هي مسألة معقدة أستاذ عبد الكريم. يعني إحنا نقول إنه تويتر بيساعدنا إنه إحنا نوصل كثير من مشغولي الهوية، ليه ما بيكون في تعاون من الجهات الرسمية والحكومية مع هذه المنصة تحديدا؟ يعني نعرف إنه الآن تويتر لا غنى عنه، وكثير من الحالات قدرنا نوصل لأصحاب الفيديوهات هذه بغض النظر فيها تشهير لهم أو لا، بس عن طريق تويتر. يعني هو يعتبر أستاذ عبد الكريم سلاح ذو حدين، إنه مثلا المقطع انتشر أوكي هو ممكن يصير للطفل، بس في جانب إيجابي إنه إحنا بالفعل زي ما بتقول زميلتي رؤى إنه إحنا بنقدر نوصل للناس اللي بيستغلوا هدول الأطفال. صح. هذا متى إحنا نقول إنه وجد نتيجة مثلًا التصوير أو الفيديو أو التعنيف ضد الطفل؟ نجد إذا كان فيه إثارة للموضوع وصار فيه تفاعل من قبل الجهات وصارت الموضوع يعني على الرأي العام في الأخذ والإيجاب والقبول والإفادة والعرض والجواب عليها. أما الجهات المسؤولة والجهات القضائية والشرط تقوم بدورها إذا حصل أنه بلغت، تقوم بدورها. لكن الناس يرون أن التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة من ضمن الوسائل، لكن يرون أنها الأفضل بحكم أنهم يرون ما يحصل فيها، بعكس الجانب الآخر فيما بين الموثق أو المبلغ وما بين الجهة اللي هي الشرطة أو الجهة اللي هي تبلغت. طيب أستاذ عبد الكريم، بنعرف أنه في قوانين وهذه قوانين صارمة ورادعة، لكن هل هي فعلا مفعل في بها؟ يعني هل هذه القوانين الموجودة فعلا ممكن تحمي الطفل من الاستغلال؟ القوانين موجودة، العمل بها موجود، التفعيل لابد أن يكون على شكل أوسع مما نراه، وأن يكون الإعلان ضد الأشخاص اللي عنفوا الأطفال بشكل معلن. إذا كان مثلا الفيديو انتشر ضد الطفل فلا بد أن يكون العقوبة ضده بالتساوي في حق الطفل وحق الجاني، لأن لا بد يكون في عدالة ومساواة. فمثل هذه القضايا لا بد أن يكون حق الطفل محفوظ وأن يكون معلن له، وأن يكون إعلان العقوبة ضد الشخص الآخر حتى من تسول له نفسه الإقدام على مثل الأعمال يرى أن هذه عقوبته فيما لو قام بمثل هذا العمل، فالعقوبة محددة بكذا وكذا. قد لا نرى في النظام نصا معين، لكن نرى في المحاكم عقوبات تعزيرية معينة تقديرية يحددها القاضي حسب القضية اللي أمام المنظورة. صحيح. فكل جاني له عقوبة، لكن ليس كل عقوبة مقدرة على كل جاني. هذا مسألة محددة معينة أو متروكة، يعني نكون بعبارة أوضح، متروكة للقضاء ينظرها حسب الحالة، وغالبا تكون العقوبات يعني هذا هو اللي ممكن يكون فيها التنويه، غالبا تكون العقوبات إذا كانت يعني ضد الطفل من قريب، سواء من أب أو من أخ كبير أو من عم أو من خال أو من جو العائلة، فغالبا يكتفى فيها بعقوبة مخففة أو بتعهد أو بأي شيء أو بنقل حضانة الطفل إلى شخص آخر لمن يستحق. لمن يستحق. وهذه إجراءات مطلوبة ومفترضة كابتداء، لكن لابد أن يكون في حق الطفل عقوبات مغلظة. صحيح. يعني إحنا ما في شيء مثلا نجد أنه أهم من الصلاة، فهل في الطفل يضرب على الصلاة في سن 7 سنين؟ لا. او يعنف عليها؟ لا، في شريعتنا ما يعنف. صح. عليها ولا يضرب ولا لا تعنيف لفظي ولا تعنيف جسدي. صحيح. فما في شيء اهم من هذا الموضوع يستحق العقوبه او التعنيف، وهو يعني امر اقل اهميه من هذه المساله اللي مساله الصلاه. صحيح. فهذا يعني قد تكون عله في نفس الجانب. صحيح. يستوجب العقوبه والرد عليها بعقوبه مغلظه
من ضمنها التشهير والإعلان في وسائل التواصل أو في أي كانت وسيلة الإعلانات. المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، شكرا لك على هذه المداخله. انا بس عندي تعليق. انا عارفه والله عيب عيب، مش عشان شيء، لانه وصلنا يعني البرة وبان عندنا انه في ناس تافهين للاسف الشديد. واحد جالس حاطط طفل على حجره وجالس يعلمه يدخن، ترى مره عيب. احنا مره كده بنظهر شكلنا وثقافتنا وتربيتنا بشكل مره غلط. العلم هو يعني بيوصل للناس فبياخذ وصل عالميا عن الباقي. بالضبط. فانت لا تمثل السعوديه او السعوديه، انت تمثل نفسك فقط. يعني اصلا يعني هي في كل منطقة، في كل منطقة في عندهم أكيد إيجابيات وسلبيات، عندهم أخطائهم في عاداتهم وتقاليدهم. لكن أنا على موضوع انتشار الفيديوهات على تويتر تحديدا، أنا في جانب مني يقول إيوة لازم يكون في هذا النوع، وفي جانب لا، بغض النظر عن التشهير وعن البالغين و و و، لأنهم هم في الآخر وصلوا هذه المرحلة. لكن أتكلم عن حالة الطفل نفسها، قد إيش هذا الطفل مستقبله بيدمر لما يكون ممسوك عليه فيديو وهو صغير. فبعد ما يوصل يعني لسن معين، عمره 18 19 سنه، ويكون في هذا الفيديو ممسوك عليه، قد ايش ده شيء ممكن اثر عليه بشكل نفسي. هو شوفي، انا لسه كنت جالسه بتكلم مع استاذ عبد الكريم، حلو انه تطلع الفيديوهات دي عشان تبين انه في اطفال من جد بيستغلوا باي شكل من الاشكال، انه احنا بنخلي بالنا من هدول الناس. حلو مو حلو، الموضوع له سيئات وله ايجابيات. بس انه انت حاطط طفل وجالس تعلمه دخان وكذا، يعني والله ما يصير. هذا واحد من كل ما يصير يعني، والموضوع طلع عالميا يعني كثير. احنا المفروض بس نكون ملتزمين. هو انا معاكي وما رأف حاجه انه لازم مثلا على اساس نمسك الشخص المسيء، سواء كان للطفل او المسيء لاحد ما، لكن ما حد، وهو بيقول لك في الاخير هي تعتبر من التشهير وجريمه يعاقب عليها القانون. فمثلا اللي عنده الفيديو هذا، الحل الوحيد اللي انت تسويه انك تتصل بالرقم 1149، تتواصل مع الناس هذول انه في حاله استياء انا شفتها قدامي وتبلغ عنها. لكن انه مثلا ممكن الشخص نفسه ينوي خير، يعني خير انت تعمل شر انت. انا نفسي اللي يصور المقاطع دي ويصور الاطفال بالشكل ده، اللي مثلا بيضرب طفل واللي بيعلم طفل الدخان والسجاير، نفسي اقول له ايش احساسك انت وانت بتصور طفل بالشكل ده، ايش احساسك؟ استهتار يا غزل. شوفي ايوه، خصوصا الشخص اللي سوى يعني هذا الفعل، يعني بلا ايش تبغى توصل له يعني من جد؟ صح من جد، يعني ايش تبغى توصل له؟ نسبه مشاهده والله، نسبه تفاهه. ما هي كفه المشاهده. انا لاحظت ان انتم مستائين جدا، وانا كنت حاطينكم فرصتكم فعليا في الكلام، لانه غزل كانت بتطلع على الفيديوهات وكذا مكشره ومزاجه. ايوه الرؤى، اول مره الرؤى تجلس كذا وسيد عبد الكريم كيف يعني. فانا لاحظت قد ايه انتم مستائين من هذا الموضوع من جد. قد ايه تويتر بيوصل اخبار او فيديوهات سواء كانت ايجابيه او سلبيه، والسلبيه اكثر. انا عشان كذا ما احب تويتر. ايوه بس لا خليك تعلم تويتر يا عبير، من الاسف الشديد من الضغط، من كثر الضغط والله دخلتوني.